قام سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية برئاسة وفد يضم عددا من المسؤولين في الوزارة بزيارة إلى المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك في القطاعين التنموي والاجتماعي بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وخلال الزيارة بحث العصفور مع المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي سبل تعزيز التعاون في المجالات والمسؤوليات. التي تطلع بها وزارة التنمية الاجتماعية فضلا عن الممارسات التنموية الناجحة لتحقيق المزيد من المشاريع والأفكار الرائدة وبالإضافة إلى التعاون المشترك بما يكفل تكامل الجهود وتمكين الاستفادة المثلى من الخبرات والمبادرات في هذا المجال